أكيد شفنا مع بعض الجزء الأول من لقائنا مع داليا البحيري ولا بناف أول يوم تصوير للجزء الرابع من مسلسلها يوميات زوجة مفلوسة قوي، وأدي حابة تقديم جزء جديد منه. لكن ده مش معناه يا خليل إن داليا هتبعد عن التراجيدي وعن السينما، لأنها قالت لنا إنها نفسها ترجع للسينما بس كانت مترددة وفكرت شوية لما سألناها تشتغلي مع محمد رمضان ولا لأ. صراحة داليا كانت فارضة نفسها على الحوار، وتحديدا لما سألناها عن محمد رمضان فقامت بتقليده بطريقة عفوية جدا. هو ده بس اللي معناه، عارفة أنا محمد رمضان نمبر وان كده بس. وبشكل حيادي رفضت التعليق على أعماله وفنه. أقول إيه، هو خلي بالك هو محمد رمضان نجح إن يخلي الناس تتكلم عليه وإنه هو يبقى في حتة بتاعته خاصة بيه، تتفق معاه تختلف معاه دي حاجة تانية، يعني إنك تحب فنه أو لأ، هو نجح إن يبقى عنده جماهيرية كبيرة جدا وإن هو نجم، محدش يقدر يقول إن هو مش نجم. إنت بقى قابل الشغل اللي بيقدمه أو لأ حسب. رايح اللي فين ده الملك نادي الملوك مين فيكم مشترك. بس في نفس الوقت داليا ما عندهاش اي مشكلة انها تشتغل معاه لانها بتشوفه ممثل قوي. حسب برضو ايه اللي مكتوب، اصل خلي بالك محمد رمضان عمل حاجات برضو تقيلة، يعني عمل افلام تقيلة، يعني مش كل اللي بيعمله في سكة معينة. لو الكتابة تسمح ان احنا نقف قدام بعض واقدم حاجة معاه ليها معنى، ليه لأ؟ لان هو ممثل شاطر على فكرة، بغض النظر عن اتجاهاته او ايه اللي بيعمله هو ممثل شاطر. زعلنا نفتش بطل هتلر بيه، امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خطوه على البوك. واكدت ان نمبر وان الحقيقي بالنسبه لها هو الزعيم عادل امام. ده حاجه تانيه خالص، ده في حته تانيه خالص، اهو ده بقى اللي نمبر وان على طول. بس انا متعود اقول الحقيقه وهما متعودين يكذبوا. انشغالها الدائم في تصوير أجزاء مختلفة من مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوحى لجمهورها بغيابها عن باقي الأعمال. والله موجودة، ما أنا داليا البحيري برضو. أنا عملت حاجة تانية دراما لسه كانت بتتعرض قبل رمضان على طول، اسمها للحب فرصة أخيرة، يعني اتعرض نصه والنص التاني أو الجزء التاني هيبقى مفروض اليومين اللي جايين. يعني أنا أسف مش موضوعي.